كما كتشوفوا حنا امام دار الشباب سيد البرنوسي اللي كيتواجد فيها المقر ديال الجمعيه ديالنا جمعيه اشراقه الالفيه الثالثه اللي كيرجع الفضل ديال التاسيس ديالها للدكتور عامر هشام مصطفى. وفي هذا الاطار بمناسبه اليوم العالمي نداء السل 24 مارس من كل سنه، جمعيه اشراقه الالفيه الثالثه قامت بشراكه مع الفون مونديال ومع وزاره الصحه ومع الجمعيه المغربيه للتنميه والتضامن بالتحسيس بداء السل على صعيد سيد البرنوسي، وذلك في المستشفى الصحي ديال سيدي مؤمن اللي خاص بداء السل اللي كيشرف عليه الدكتور الكويشي اللي كيتعتبر من الاطباء الاكفاء ديال سيد البرنوسي اللي كيشخص هذا المرض هذا. وبالتالي فان الدور ديال الجمعيه ديالنا انها كتقوم في هذا الاطار هذا بالتحسيس بداء السل وبالخطوره ديال هذا المرض هذا. وكما كتعرفوا ان داء السل هو واحد المرض اللي معدي اللي كيصيب الرئتين وكيدخل عن طريق الهواء للرئه وكينتشر عن طريق الدم لباقي الاعضاء. وكنحسوا الناس بان المرض السل ماشي غير المرض كيصيب غير الرئه، بل هو ايضا كيصيب باقي الاعضاء، يعني يمكن يكون في المعده، يقدر يكون في الدماغ، يقدر في الجهاز التناسلي، يقدر يكون في الضلوع، يعني مرض السل يمكن يكون في اي بلاصه في الجهاز ديال الانسان، يعني ان فوا كيدخل الجسم كيمشي للرئه وعن طريق الدم كيمشي لباقي الاعضاء كيقلب على في كلا المناعه ضعيفه وكيسكن تما. وكنعرفوا كذلك الناس العوامل اللي كتسهل بإصابة بهذا المرض هذا. وكذلك كان الأهم نقطة اللي كنركزوا عليها هي العلامات ديال داء السل، يعني الناس كنعرفوهم بأن السل هو داء معدي وعنده العلامات ديالو. علاش العلامات؟ باش أن الناس كتولي مثلا هي الطبيب ديال راسها وديال وليداتها، يعني فاش كتكون عارف هذه العلامات هذه إن فوا كتشوفهم في واحد في الدار أو في شي شخص كتنصحوا باش أنه يمشي يستشر مع الطبيب. وكذلك من العلامات ديال داء السل ان الانسان كيولي يكحب، كيولي يعطس، كيولي يتنخم بزاف. ولا لاحظتوا هاد العلامات الاوليه ديال داء السل يمكن لها انها تظهر في انسان اللي ضربه غير البرد، ولكن امتى انسان يحس براسو ولا يشك ربما انه فيه سل؟ الا مثلا كما كتعرفوا الانسان اللي ضربه البرد كيمشي للفرماسيان كياخذ تريتمون ديال البرد وكيشرب هذاك الدواء. في حاله مثلا شرب ضربه البرد وشرب الدواء وفات واحد جوج اسابيع ولا ثلاثه وما تعالجش من هذا الزكام هذا الرواح وتزاد عليه الحال، هنا ربما يشك، ربما يشك بانه فيه السل، خاصو يستشر مع الطبيب. اضافه الى العلامه الاخرى وهي فقدان الشهيه، لان مود السل ما كتكونش عنده الشهيه. وكذلك اضافه الى فقدان الوزن اللي هي اهم نقطه، لان مود السل كتعرفوا ان الانسان كيكون بخير في صحته، مع انه فاش كيتصاب السل مع انه كيمرض وكتولي عنده فقدان الشهيه الجسم ديالو كيبدا يضعف. يعني هذه كذلك من اهم العلامات لداء السل، اضافه الى العلامه الاخرى وهي ان الانسان كيولي عنده تعرق بالليل وارتفاع في درجه الحراره. وكذلك الارهاق، يعني الانسان كيبان لك تبارك الله كان سبورتيف كيتحرك وهذه شويه ولا كيسخف بزاف، هذه كذلك من العلامات لداء السل اللي كتسبب بها امراض السل. وهذا الشيء كاع اللي كنا كنحاولوا اننا نقرروا للناس ونحسوا به، نحسوا الناس بهذه العلامات هذه باش يكون واحد الفكره عند الناس، ما تبقاش ديك الفكره الخاطئه بان السل، حيت كما كنعرفوا ان الناس كانوا تيقولوا انه مرض بالسل يعني كيصيب غير الصدر. حنا كنعرفوا كنحاولوا ان نوعيوا الناس نحسوهم بان مرض السل يمكن يصيب باقي الاعضاء من جسم الانسان. ولهذا الدور ديال الجمعيه ديالنا كينحصر في هذا الباب هذا، وايضا انها عندها واحد الدور واحد اخر في مستشفى ديال تقريب ديال السل، انها كدير العمليه ديال ليغولونس. يعني شنو هما ليغولونس؟ هو اننا كناخذوا ديال الدوسي ديال لي مالاد، كنشوفوا هذوك لي مالاد اللي قاطعين الدواء، حيت كاين الناس مثلا كيدوزوا واحد شهرين ثلاث شهور ديال الدواء كيحسوا براسهم بانهم بلوا بخير صحاح كيقطعوا الدواء، في حين ان مرض السل العلاج ديالو بانه كيكون في مده 6 شهور. يعني كيكون مده 6 شهور كيكون الفتره ديال العلاج ديال داء السل. ولهذا حنا كنحاولوا ان ذوك الناس كيقطعوا الدواء كنقنعوهم باش انهم يجيو ويرجعوا باش انهم يكملوا التريتمون ديالهم ديال الدواء.
هذا هو الدور ديال الجمعيه كذلك. وكذلك الجمعيه ديالنا كتقوم بقوافل طبيه بطبيعه الحال، وكتقوم بانشطه تربويه يعني داخل كازا وكذلك خارج كازا. يعني مشينا مثلا لتنغير، مشينا لزاكوره، مشينا لاوزود، يعني قوافل طبيه كثيره قامت بها الجمعيه، وهذا كيرجع الفضل ديالو للاطار والاطر ديال جمعيه الاشراقات الالفيه الثالثه. من ضمنهم كاين الدكتور عامر ريش والرئيسه الثانيه ديال الجمعيه بطبيعه الحال من بعد ما انسحب الدكتور عامر ريش اللي هي ناديه ابو العلاء، والعديد من الاطر الجمعيه. وهذا كله يعني حنا كنشكروا الناس الجنود الخفاء ديال الجمعيه بطبيعه الحال اللي كيمولوا الجمعيه واللي كيتعاونوا مع الجمعيه، لا في القوافل الطبيه لا في الانشطه الخيريه، لان كما كتعرفوا جمعيه الاشراق الالفيه هي جمعيه لا منتميه، يعني ما عندهاش شي حزب تابع ليه وما عندهاش شي تمويل خارجي، من غير انها كدير المشاريع ديالها الخاصه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وكذلك هي جمعيه عندها واحد اللجنه اللي مهتمه بما هو مالي، يعني اللجنه خاصه كتكون من رئيسه المال اللي هي امينه الحداوي، طبيعه الحال الاستاذ شجاع الدين والاستاذ المعتوقي والاستاذ طبيعه الحال البروكسي اللي كيقلبوا لنا على هذه المشاريع في الشركات خاصه. اللي كمثلا كان مؤخرا كان واحد المشروع ديال اننا نقوموا بواحد المدرسه واحد الشركه خاصه باش انا نقوموا لها بمخيمات بالنسبه للاطفال ديال العملاء ديالها. والحمد لله هاد العمل هذا اللي كيقوم به هاد المجموعه هذه، يعني كنحاولوا ان نديروا هاد المخيم، ومن من هاد البروجيات هادو كنحاولوا اننا كناخذوا هذاك الشيء المدخول اللي كناخذوه كيكون واحد الصندوق ديال الجمعيه اللي كيبقى فيه هذا كيبقى في الصندوق، ومن خلال تكون الجمعيه عندها واحد النشاط معين خيري كنحاولوا اننا من 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 هذاك الصندوق اننا كنقوموا بالتمويل ديال هذا المشروع هذا، اضافه الى مثلا كاين هناك مثلا دكاتره اللي كما كنعرفوا ان السيد البرنوصي تخرجوا منه ناس اكفاء دكاتره ودكاتره صيدليين اللي مثلا قاموا يعني كيحبوا هذا العمل التطوعي اللي حتى هما تيقوموا بالمساعده ديالنا، وكنشكرهم من هذا الباب هذا.